زين، واذا كان هذا الجمهور او هذا المنتدى كانت موجوده به مثلا حبيبتك؟ طبعا هو هذا السؤال انا سالته سابقا. هو شوف الفكره انه هي صعب تتواجد، ليش؟ لان اغلب المهرجانات يكون الحضور لمن؟ للشباب طبعا. للشباب بس يعني خلي اوكي تمام، نتخيل انه كانت قاعده. بالواقع الموضوع شنو؟ صعب. بالواقع صعب. خلينا نحلم زين. زين. انا الشاعر وعود انت جمهوري، ويصعد قبل شاعر يقرا، وانا احتار باوع على عيونك وانتظر دوري. واجي قبل القراءه، قبل القراءه اتنفسك واقراك. والله اعذرني بس شفتك ورجوري. وين بيتي اللي عجبك؟ اي بيتي اللي عجبك لا تصيح الله. قوم احضني لا تطلعني عن طوري. وما دام احنا جاي نعيش بالاحلام، يا مغرور عاد تصير مغروري. بعد لبسك كيف الطلعة بها اشكال، تجي تسألني اطلع تاخذ الشوري، ولا تدور هدومك ضايعات يجوز انت اشتمن وضاع بكنتوري.